الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فمن مقتضيات الإحسان مع الله تعالى تحقيق التوحيد لله عز وجل بأقسامه الثلاثة، ومنه توحيد الربوبية. وكلمة الرب يستعملها العرب بثلاثة معان: الرب بمعنى المربي، والرب بمعنى السيد أو الحاكم، والرب بمعنى المالك. فالرب من التربية والتعهد والإصلاح معناها المربي، والرب بمعنى المالك كقول عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. والرب بمعنى السيد والحاكم كما قال يوسف عليه السلام: ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك وحاكمك. وكلمة الرب بالألف واللام لا تطلق هكذا إلا على الله عز وجل وحده، فإذا نزعت الألف واللام أطلقها حيث ما شئت. وهذه المعاني الثلاثة هي حق في حق الله تعالى، فالله تعالى رب بمعنى المربي، فهو الذي يربي عباده وخلقه بنعمه وآلائه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والرب بمعنى المالك، قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، أي مالكهم. وقال: رب العرش العظيم، أي مالكه. وقال سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأخيرا الرب بمعنى السيد أو الحاكم كقول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى أن قال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل له توحيد الربوبية، وهذه المعاني الثلاثة كلها حق في حق الله تعالى. فمن مقتضيات الإحسان مع الله عز وجل أن يوصف الله عز وجل بتوحيد الربوبية، من أجل ذلك كن محسناً.